عطوفة الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، أهلا وسهلا ومرحبا فيك، شرفتينا بوجودك بمقر صحيفة الملاعب. هي الزيارة الرسمية الأولى بعد محستي ثقة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. طبعا نتمنى لك يعني التوفيق في عهد جديد للكرة الأردنية في ظل سيدي علي، وإن شاء الله يا رب يعني تكون الخطوات الأولى لعودة الألق للكرة الأردنية. سمر، خلينا نبدأ من يعني نبدأ بسؤال شخصي نوعا ما. سمر السباحة، ما الذي جعلها تنتقل لكرة القدم، هذه اللعبة الصعبة واللعبة الشعبية الأكثر متابعة، ما الذي جعلك تسلكين هذا الطريق؟ صحيح أنا بداياتي كانت بالسباحة، بس أنا رياضية وقلبي مع الرياضة. خدمت باللجنة الأولمبية الأردنية وكنت عضو مجلس إدارة وأنشأت عدة برامج هناك، ويمكن دخلتي على كرة القدم كانت من خلال إعداد ملف استضافة كأس العالم للسيدات عام 2016، وكانت تجربة ناجحة وبشهادة الفيفا، ويمكن هذا كان مدخلي لكرة القدم. وبغض النظر إيش الخلفية الرياضية، بالآخر الإدارة الرياضية هي واحدة، والإدارة الرياضية هي بزنس بالآخر المؤسسات الرياضية يجب أن تدار كشركات ربحية عشان نقدر ننعش المنظومة الكروية. طيب خلينا نحكي في الواقع الموجود. جيت مرحلة صعبة، المرحلة يمكن خلينا نحكي البعض يقول إنه أزمة الكورونا سبقت كورونا ما قبل كورونا، وكورونا لم تؤثر يعني خلينا نحكي في المنظومة لم تخلق كثير مشاكل. كيف شايف المرحلة الحالية؟ هل أنت متفقة مع هاي المشكلة، مع هاي المقولة؟ كيف تشوف المرحلة المقبلة؟ الجميع مدرك الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها الكرة الأردنية وتفاقمت في الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، بس أنا بعتقد أنه هاي التحديات نقدر نحولها لفرص عشان نقدر نحن ننهض بالمنظومة الكروية ونرتقى فيها للطموحات اللي نحن بنسعى لها. الأولويات كثيرة للمرحلة القادمة. إذا بدي أحكي على المدى القصير، يجب التركيز هلأ على المنتخب الوطني الأول المقبل على استحقاقات دولية، ولازم كلنا نلتف ونآزر هذا المنتخب ونوفر له البيئة الإعداد المناسبة، خاصة أنه الفترة الماضية كانت فترة صعبة كتير وكانوا بعاد عن الملاعب. على المدى القصير كمان الأزمة المالية، يجب ونحن من شهر 2 ومن وقت ما بلشت كأمين عام الأولوية كانت الأولوية الملف المالي. نحن شايفين الإيرادات اللي قلت في المرحلة الماضية وتفاقمت وقت الكورونا، نحن بهاي الفترة لازم نخفض النفقات وبنفس الوقت نزيد الإيرادات التسويقية عشان نحاول نعوض الخسارة الفترة الماضية. ولما نحكي ملف التسويق لازم يكون في قنوات تسويقية جديدة، طرق مبتكرة عشان نزيد إيرادات الاتحاد وإيرادات الأندية بالرغم عن كل التحديات اللي عم بتواجهها الكرة الأردنية. طيب نقدر نحكي رقميا كم كان خسارة كورونا؟ يعني احنا شفنا قبل الموسم كان في نوعا ما الأندية عندها اعتراض على موضوع الدعم المالي وطالبت بالدعم. خسائر كورونا كم يعني خلينا نحكي رقميا؟ الخسائر عالية كتير. إذا بدنا نحكي من الناحية الفنية، نحن منتخبنا مبتعد عن التمرين صار له فترة طويلة، الفئات العمرية بعيدة على المنافسة، والفئات العمرية بالآخر هي فرق المستقبل، فالانقطاع الدام أشهر والانقطاع العام الماضي أكيد حيكون له أثر سلبي في المستقبل. إذا بنحكي من النواحي المالية، الخسائر صدقا جسيمة. الخسائر ابتدأت من العام الماضي لما تم تخفيض موازنة الاتحاد الأردني من مصادر الدعم المحلي، شفنا كمان انخفاض بالرعاية التسويقية، وطبعا بسبب جائحة الكورونا كمان خف الدعم من الجهات الخارجية. الاتحاد الآسيوي أرسل كتاب للاتحاد الأردني بنوه لتخفيضات مستقبلية كمان عام 2021.
الخسائر كمان كانت على الأندية، الأندية كمان مراهنة على الإيراد المتحقق من الجماهير، وللأسف نحن حنبلش هذا الموسم من دون جماهير، وهذا حيكون أثره حوالي 1,000,000 دينار على أندية على الأندية الأردنية، وهذا مبلغ كبير في ظل بعرفش بدنا نتأكد من صحة معلومة وصلتنا إنه في يعني حديث عن عودة الجماهير بنسبة 30%، لغاية الآن في شيء واضح؟ ما في إشي جدي، بس الاتحاد الأردني رح يسعى مع الجهات الحكومية نحاول بطرق آمنة نزيد أو ندخل الجماهير على الملعب، بس ما في أي إشي على أرض الواقع في الوقت الحالي. بدي إذا بتسمح لي كمان على الخسائر المالية، الاتحاد الدولي أعلن قبل أسبوعين على دعم مالي استثنائي وطارئ لجميع الاتحادات، وأعلنوا عن دعم 1,000,000 دولار لكرة كرة الرجال ونص 1,000,000 دولار لكرة السيدات. لحديث الآن ما وصلنا تفاصيل هذا الدعم وإيش شروطه وإيش حتثياته، بس الأرجح أنه يجي هذا الدعم على دفعتين، دفعة عام 2020 ودفعة عام 21. وللأسف نحن كنا بنتمنى يكون حجم الدعم كتير أكبر من اللي تقدموا فيه، لأنه لما يحكوا 1,000,000 ونص دولار مجموعة 1,000,000 دينار. طب الاتحاد الأردني لكرة القدم تكلفة إدارة مبارياته السنوية حوالي 1,800,000 دينار، ولسه ما دخلنا بحجم الضرر اللي تأثرت فيه الأندية بسبب هذه الجائحة. فهو مبلغ بسيط، بس بنفس الوقت نحن عم ننتظر تفاصيل وأسس صرف هذه المبالغ، ونتأمل أنه توصل بالوقت القريب. بالإضافة أعلن الاتحاد الدولي عن قروض منحتها للاتحادات المحلية، تفاصيل هذه القروض وشروطها لسه ما وصلت ومدى الاستفادة منها، وأكيد إحنا بس توصلنا التفاصيل رح نطمن الشارع الرياضي وكيف ممكن نستغل هاي المحلية. نحن أكيد ما وصلنا مرحلة التوزيع، نحن لسه عم نسعى مع الحكومة، بنتأمل يدعموا الاتحاد الأردني لأنه تم تخفيض على موازنته العام الماضي وتم تخفيض إضافي هاي السنة، فالمنظومة الكروية بشكل عام مش عم بيجيها الدعم الكافي للنهوض والارتقاء بهذه الرياضة. سعينا مع صندوق همة وطن، وعم نسعى هلأ مع صندوق الخير بوزارة التنمية الاجتماعية، نتمنى يكون في نوع من أنواع الدعم، بس حاليا ما في إشي على أرض الواقع. تم إرسال استبيان لأركان اللعبة للمدربين للاعبين وللحكام عشان نعرف شو حجم المعاناة وشو حجم الضرر اللي تعرضوا له بالمرحلة الماضية، ونبني قاعدة البيانات عشان نقدر نخدمهم بالطريق بالشكل الصحيح مستقبلا، بس حتى الآن ما في إشي تبلور على الدنيا. إعادة الهيكلة لا تعني ترويح موظفين، أنا برأيي الكلمة المناسبة هي التطوير المؤسسي، والتطوير المؤسسي إشي مستمر وبناء، وهي عملية بناء مستمرة عشان نقدر نوصل منهجية معينة، نقدر نحقق نتائج معينة، وهي عملية مستمرة. وكتير ضروري بالمرحلة القادمة يكون في خطط ديناميكية، نحن شايفين المتغيرات على أرض الواقع بشكل يومي، والاتحاد لازم يكون قادر أنه هو يتغير مع هاي المعطيات عشان يقدر يطلع بأقل الخسائر ويحقق المكتسبات المرجوة. زي ما على أرض الملعب بيكون في لعب جماعي وتشاركي، أنا بعتقد خارج المسطح الأخضر لازم يكون في تشاركية بالعمل. غير معقول أنه الاتحاد الأردني لكرة القدم يكون هو مسؤول عن كامل هذه المنظومة، هو مسؤول على تنظيم هذه المنظومة، وصحيح في دور أكبر بيقدر يلعبه خاصة في المرحلة القادمة عشان ينهض بالكرة الأردنية، بس في ضرورة أنه تحمل المسؤولية على الجميع. في دور الأندية بتقدر تقوم فيه، المدربين بيقدروا يقوموا فيه، المنظومة كاملة لازم تشتغل مع بعض عشان نقدر نحقق الإنجازات مستقبلا. موضوع المناصير يعني هو كان راعي، ما قصر مع الاتحاد الأردني ومع الأندية الأردنية، وصحيح الكرة
نقدر نقول عاشت سنين مشمشية بوقت رعاة المناصير، نحن شاكرين لهم. للأسف صار في تعثر وإخلال بالتزاماتها في آخر فترة، بس نحن هلأ فتحنا صفحة جديدة ولازم يكون التركيز أكثر على الملف التسويقي. في دور نحن كاتحاد لازم نقوم فيه بزيادة الرعاة بغض النظر على التحديات اللي منواجهها، بس بنفس الوقت في دور على الأندية، دور على الأندية أنه هي تتحرك تعزز مداخيلها وصناديقها. ويمكن الأردن من البلدان القلائل بالعالم الاتحاد بيقوم بدور الرابطة وبيقوم برعاية المنتخبات وجميع الأندية بكافة درجاتها. فأنا بعتقد أنه هاي كمان فرصة أنه الأندية تتحرك تشكل نواة لرابطة أندية المحترفين، والاتحاد موجود عشان يدعمها، عشان تصير كباقي غرار دول العالم هي تشتغل على ملفاتها التسويقية، على إدارة مبارياتها، وما يكون الاعتماد الكلي على الاتحاد. سمو الأمير واضح، وقبل عدة سنوات كمان طلعت مجموعة من رؤساء الأندية على إسبانيا واطلعوا على التجربة الإسبانية وعلى الليغا، وسمو الأمير أوصى بتسخير كافة موارد الاتحاد لمساعدة الأندية لإنشاء رابطة، بس لازم يكون في نية جادة من الأندية. وأنا بعتقد في الأشهر الماضية صار في تحرك من الأندية، اشتغلوا وعم بيشتغلوا هلأ على النظام التأسيسي، ونحن رح نساعدهم. بس هاي الرابطة لن يتم إنشائها بيوم وليلة، مهام الرابطة كمان تقريبا بدها تقوم بمهام الاتحاد الحالي، بدها تدير مبارياتها، بدها تعزز مداخيلها، بدها تدير الملف التسويقي، بدها تنظم كمان أمورها. فهي مش رح تصير بيوم وليلة، بس الاتحاد موجود انه يدعم الأندية، ونتمنى انه هن يكونوا جديين. ونحن كمان بندعم تشكيل رابطة اللاعبين، في مجموعة هلأ من اللاعبين عم بتحركوا لتأسيس رابطة، وعم نساعدهم بالطرق المناسبة والجهة الحكومية المناسبة يلي ينشئوا هاي الرابطة. الهدف الاستراتيجي للاتحاد دائما هو السعي للإنجاز بغض النظر، ويمكن في الوقت الحالي هو 2022، وبعد 2022 نحن نسعى ل 26. فنحن دورنا انه نرتقي بمنتخباتنا الوطنيه، نوفر لهم البيئه المناسبه انهم يقدروا يحققوا الانجاز. الفرصه ما راحت منا لسه، بالعكس المنتخب النشامى عنده فرصه للتاهل للدور التالي. صحيح كانت فتره اعداد صعبه، بس خلينا تكون ثقتنا عاليه، نحاول نوفر لهم الدعم اللي هن بيحتاجوه والمؤازره اللي بيحتاجوها كمان من جماهيرهم، وان شاء الله يقدروا يتخطوا المرحله. لا جديد، بعض الاتحادات عم تتحرك انه تكون ببطوله مجمعه، بس لحد الان ما في اي جديد بهذا الخصوص. نحن ما طلبنا، بس نحن ندعم فكرة إقامتها بطولة مجمعة، لأنه هذا بيقلل الخطر على لاعبينا، لأنه التنقل بهاي الفترة وبسبب الجائحة والمناطق الموبوءة نحن بنفضل تكون بطولة مجمعة ببيئة آمنة للاعبين. أكيد ما في لوم، نحن بالآخر كان في اتفاق أنه نقدم ملف مشترك، بس الاتحاد العراقي بسبب يعني أسبابه الداخلية مش رح يقدر يتقدم، والأردن لحاله بهاي الفترة حيكون صعب أنه يقدر ينافس على هذا الملف. في قطر مقدمة، السعودية مقدمة، ودول أخرى. حاليا بدنا نركز على منتخباتنا، على المنظومة الكروية المحلية، وممكن نستضيف بطولات مستقبلا، بس مش بهذا الحال. إذن بدي أرجع أنا لبطولة كأس آسيا 2019، قدر منتخبنا يتصدر مجموعته، يتغلب على أستراليا البطل في هذاك الوقت، وحقق نوعا ما إنجاز بهاي البطولة. كنا بنتمنى أنه يمشي للأدوار المتقدمة. صحيح صار بعض الإخفاقات بالبطولات الودية اللاحقة، بس بعتقد لازم نعطي الكادر الفني للمنتخب الأول فرصة بالتصفيات القادمة. الجمهور بالآخر بده الفوز، رح يوقف مع بيتال لما يحقق الإنجاز والكادر الفني، وأكيد رح ينتقد لما يصير في إخفاق. نحن كنا سعيدين من النتائج اللي حققها المنتخب ببطولة آسيا العام الماضي، كنا بنتأمل أنه يتقدم أكثر، ونحن الكادر الفني بيتم تقييمه على فترات مرحلية. بالمرحلة القادمة وبعد التصفيات القادمة سيتم تقييم الكادر الحالي.
وطبعا سؤالك على الكوادر المحلية، نحن بنفتخر وبنعتز بالمدربين المحليين، ولهذا السبب كافة منتخباتنا الوطنية للناشئين، المنتخب الأولمبي بشرف عليهم كوادر محلية. وإذا نتطلع على دائرة التطوير والتدريب بالأردن، قائمة كلها بسواعد أردنية، المحاضرين أردنيين، والأردن واحدة من 3 دول بآسيا مرخصة لتزويد هاي الشهادات الآسيوية. أنا بقدر أيدك، يمكن المرحلة القادمة نحن بحاجة لدائرة فنية تشرف على العمل التطويري اللي عم بيصير بالاتحاد وعلى المنتخب الأول تحديدا، وإن شاء الله نسعى بالمرحلة القادمة لتشكيل لجنة فنية بخبرات محلية وخبرات أجنبية. إن شاء الله كافة بطولات الاتحاد ستستأنف بشهر آب وبشهر 9 وبشهر 10، وتحديدا الفئات العمرية. هلا يمكن شكل الدوري حيكون مختلف لانه سنه استثنائيه ومضغوطه. كان عندنا طموح انه يكون دوري الناشئين هذا العام من دورين، بس راح يكون دور واحد، ومش راح نقدر نعمل الدوري مختلط زي ما كانت الفكره بين الدرجات والمحترفين، بس راح يستكمل دوري الناشئين هذا العام، لانه بالاخر هن نواة المستقبل ونجوم المستقبل، وضروري هن كمان يكونوا مستمرين بالمنافسة زيهم زي باقي الأندية والدرجات. هلأ الفترة الماضية كانت صعبة، كان صعب إدخال رعاة جدد، بس نحن حاطين خطة لتسويق الدوري في المرحلة القادمة بظل غياب الجمهور، بس رح نستغل اللايف ستريمينج والرعاة، أو نقدر نقول نزيد الدخل الإعلامي من خلال اللايف ستريمينج. وإن شاء الله بالأيام القليلة المقبلة رح نعلن عن راعي إضافي لدوري. البروتوكول الصحي جاهز تماماً للمنافسات والعودة للتدريبات. الأسبوع الماضي تم فحص كافة الكوادر الفنية واللاعبين لأندية المحترفين، والشهر كامل هذا حيكون في عدة ورشات عمل للكوادر الطبية، للأندية، للاعبين، للإداريين على البطولات، عشان تغطية كافة جوانب السلامة العامة ونضمن العودة الآمنة للملعب. السمر النصار لحالها مش رح تعمل التغيير، ما في شخص لحاله بصنع التغيير. وبرجع بأكد أنه عنوان المرحلة القادمة هي التشاركية، في دور لكل ركن من أركان اللعبة يقوم فيه عشان نقدر ننهض بهاي المنظومة. وبالعكس أنا شايفة التحديات هي فرصة أنه نقدر نعمل التغيير للمستقبل، وقد يكون الكورونا هي أفضل إشي حصل للكرة الأردنية، لأنه لازم نرجع نعيد دراسة الواقع والحقيقة اللي احنا عايشينها عشان نقدر نحط خطط مستقبلية وننهض بهاي الواقع. صعب، الوضع المالي صعب جدا، بس هاي فرصة انه نبتكر قنوات جديدة لتسويق اللعبة. لازم نتطور ونواكب التطورات، العالم كله متجه اتجاه اللايف ستريمينج والبث عبر الانترنت، فنحن لازم نزيد المرحلة القادمة البث عبر الانترنت، نستغل هذه القنوات للتسويق لمبارياتنا ولمنتخباتنا، ويكون في مداخيل إضافية للأندية وللمنتخبات. الله يكون بعونها الحكومة، الأولويات كتيرة والتحديات كتيرة. يمكن الرياضة أكيد مش على سلم أولوياتها، بس أنا بعتقد ضروري تسليط الضوء على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. الشباب بالآخر بحاجة لتفريغ طاقاتها بقنوات إيجابية، والرياضة هي أفضل منصة للشباب إنه تحتوي الشباب. رؤية سمو الأمير كانت بدعم منتخب السيدات والفرق النسوية، وفعلا بآخر 10 سنين شفنا قديش تطورت كرة السيدات والإنجازات اللي حققته في الفترة الماضية. وطبعا تكلل بنجاح استضافة الأردن لبطولة كأس العالم للسيدات، اللي هي كانت منصة إضافية لانطلاق الكرة النسوية. بس بالآخر كرة القدم هي واحدة، ما في كرة قدم سيدات ورجال. نحن موجودين كاتحاد كرة قدم لندعم هاي الرياضة ونفتح لها المجال إنه تتطور تمشي لقدام.
نحن بانتظار الجماهير الشهر المقبل مع عودة واستكمال الدوري، يمكن ما يكونوا معنا بالمرحلة الأولى بالملاعب، بس نتمنى أنه يتابعونا على قناة التلفزيون الأردني، على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم ومساندة اللاعبين، وإن شاء الله في المستقبل القريب نشوف العودة الآمنة. بشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على كرة القدم.